تنتهك إسرائيل جميع القواعد وجميع المنظمات الدولية وجميع القوانين الدولية التي تنص على كرامة الإنسان، ولا سيما كرامة الطفل وكرامة النساء، وتقتل إسرائيل بصورة واضحة وصورة عدوانية وصورة سيئة جدا النساء والأطفال في غزة. تحدثنا سابقا وتحدثنا كثيرا عن الانتهاكات التي تقوم بانتهاكها إسرائيل في القوانين الدولية، في القانون الدولي الإنساني، وفي اتفاقيات الطفل واتفاقية المرأة والكثير من الاتفاقيات الدولية، ولكن في كل مرة تؤكد لنا إسرائيل أنها لا ترى أي اتفاقية، وبالعكس تذهب للأكثر والأسوأ في كل مرة، ولا سيما وتحديدا في موضوع غزة وفي موضوع قتل الأطفال والنساء بطريقة وحشية في غزة، واعتقال النساء بالضفة واعتقال الأطفال في الضفة ومعاملتهم بقسوة، وتفريغ كل منظمات السيطرة على السكان وعلى الأسيرات وعلى الأسرى الأطفال وعلى جميع الأسرى وعلى السكان عموما، وتحديدا على قطاع غزة الذي يحاول احتلال فعليا إبادته بالكامل. وفيما يتعلق في صفقة التبادل التي طرحتها حركة حماس في اليوم الأول من معركة طوفان الأقصى، بعد أن احتجزت العديد من جنود الاحتلال، كانت عبارة عن تبادل الجنود مع النساء الفلسطينيات المحتجزين والمعتقلين في سجون الاحتلال والأطفال أيضا. لم نسمع بعدها عن الموضوع ولا نعرف ماذا سيحدث في القادم، ولكن من المهم جدا التنويه أن هناك أكثر من 170 طفل محتجزين ومعتقلين في سجون الاحتلال، 20 منهم إداريا. ومن المهم أيضا التنويه أن هناك 39 أسيرة يواصل الاحتلال اعتقالهم في سجون الاحتلال وسط ظروف جدا قاسية.